أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني على بينة
ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير قل لو أن عندي ما تستعجلون به قل إني على بينة من ربي قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين ولا رطب
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.